بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة السادسة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ورد هذا الحديث عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد غير عالم، لأن العالم يحير الشيطان ويرد عليه، وأما العابد فليس عنده علم، ربما أن الشيطان يتسلط عليه ويروج عليه الشبهات، فهذا فيه فضل العلم وفضل العلماء. ولو كان عالما واحدا إذا كان يحمل العلم حملا صحيحا ويقوم بواجبه وحقه فإنه أشد على الشيطان من ألف عابد، كما قال الشاعر: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. نعم، جزاكم الله خيرا. أم محسن أرسلت بهذا السؤال وكتبت بأسلوبها، تقول: بالنسبة للتصدق بالعقيقة يا شيخ المولود نقدا، أقدم هذا المال لإحدى الجمعيات الخيرية، هل يجزئ؟ هذا ليس عقيقة، هذه صدقة. العقيقة شعيرة لا بد من ذبحها، إذا كنت تريدين أجرها لا بد من ذبحها، ولا تكفي الصدقة بثمنها، لأن الذبح عبادة، والعقيقة تذبح في البيت وتوزع على ويؤكل منها، يأكل منها أهل البيت والضيوف ويفرحون، ويتصدق منها على الجيران وعلى الأصدقاء، هذا هو المقصود من هذه العقيقة. نعم، أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف تقول: يا شيخ، أنا أنوي أداء فريضة الحج إن شاء الله، ولكن لا يوجد من أذهب معه، حيث أن أولادي صغار وزوجي رجل مريض منذ سنوات بالسكر والضغط والقلب، ولا يستطيع أن يأخذني لهذه الفريضة، هل تسقط عني مع أن عندي مال ولله الحمد؟ لا تسقط عنك حجة الإسلام، بل تبقى في ذمتك، فإذا تيسر المحرم فيما بعد تحجين معه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ماذا ورد في قراءة ليلة الجمعة من الآيات بالنسبة لإمام المسجد، وهل يقرأ السجدة وسورة أخرى أو الإنسان والسجدة؟ في صلاة الفجر من يوم الجمعة يستحب أن يقرأ بألف لام ميم السجدة في الأولى، وبهل أتى على الإنسان الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهذا سنة مؤكدة، وإن كان كثير من الأئمة الكسالى الآن فرطوا في هذه السنة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ عبد العزيز يقول: بعض المرات نسافر مع الأولاد ونسكن في الشقق المفروشة، ولا يكون في ذلك مكان للقبلة أو سجادات، وتكون أيضا الشقق مفروشة، هل نصلي عليها مع عدم علمنا بطهارتها؟ وأيضا القبلة لا ندري عن أي اتجاه تكون. لا بد من السؤال، اسألوا من يعرفون القبلة، وانظروا أيضا في الظل والشمس والقمر تعرفوا القبلة، وإن كنتم في بلاد مسلمين فانظروا في المحاريب والمساجد لتعرفوا بها القبلة، وإن لم تكونوا في بلاد مسلمين فاسألوا المسلمين هناك، اسألوا المسلمين الذين تجدونهم هناك والجاليات الإسلامية والمراكز الإسلامية لتعرفوا القبلة. نعم، يقول: كنا نصلي الجمعة في المسجد في الدور الأعلى، ولما رفع الإمام من الركعة الأولى انقطع الصوت ونحن رافعين من الركوع، ولم يرجع الصوت إلا عند سلام الإمام، فهل علينا أن نكمل ركعة حتى تكون صلاة جمعة، أو علينا أن نصلي ذلك ظهرا لأننا لم ندرك ركعة كاملة مع الإمام؟ لما ركعتم
أدركتم الركعة كاملة، لما ركعتم مع الإمام أدركتم الركعة، إنما انقطع الصوت بعدما رفع الإمام من الركوع كما تقول، فتكملونها جمعة، إما بأن كل واحد يكمل لنفسه أو تقدم واحدا منكم يكمل بكم الصلاة جمعة. نعم. يقول السائل سين عين ميم: يا شيخ، إذا نزل الجنين من بطن أمه بعد 4 أشهر، لكن الدكتور يقول بأنه ميت في بطن أمه من زمن طويل، هل تشرع الصلاة على هذا الجنين أم لا؟ ويكون الدم النازل في حكم دم النفاس فترة المرأة في الصلاة؟ نعم، الدم دم النفاس بلا شك، لأنه من يتعدى 81 يوم فإن الدم الذي ينزل بعد سقوطه يكون دم نفاس. وأما الصلاة عليه، نعم يصلى عليه ما دام تم 4 أشهر يصلى عليه بناء على الظاهر، كلام الطبيب قد يكون واهما لا تسقط الصلاة عليه. نعم. يقول هذا السائل أبو عبد الرحمن: بعض الشباب ممن من الله عليهم بالهداية والحرص على فعل الخير والاستقامة في أثناء المقابلات يذكرون في حياتهم ما كانوا يعملونه في الزمن الأول من مخالفات وغيرها، هل يجوز لهم ذلك فضيلة الشيخ؟ لا، هذا لا يجوز، الواجب أن يستروا على أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من الذنوب والسيئات توبة صحيحة، ويندموا على ما حصل منهم، هذا يكفي، ويعزموا أن لا يعودوا إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. سين سين صاد الأحساء يقول: يا شيخ، إذا بعت سيارتي واشترطت على المشتري أن لو باعها على غيري وربح فيها فإن الربح يكون بيني وبينه، ما حكم هذا الشرط؟ هذا شرط باطل يخالف مقتضى العقد، فإن المشتري إذا اشترى السيارة بعقد صحيح صارت ملكا له، لا تحجر عليه فيها، تصرف فيها كيف يشاء. نعم. له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، عندي أرض هي في ملكي، اتفقت أنا وخمسة من زملائي على أن نقوم بدفع مبلغ من المال لجعل هذه الأرض استراحة، نقوم بتأجيرها، واشترطت عليهم أنه بعد 10 سنوات يبيع كل واحد من هؤلاء الخمسة نصيبه علي، هل هذا أيضا جائز؟ أولا الاستراحة يا أخي وتأجير الاستراحات فيه نظر لما يحصل فيها من المفاسد ومن الشرور التي لا تخفى، فترك هذا العمل وطلب الرزق في غيره أحسن. وأما أنك تشترط عليهم أنهم بعد من أراد أن يبيع فإنه لا بد أن يبيع عليك، هذا شرط غير صحيح، لأنها أصبحت كلهم يتصرفون فيها كيف شاءوا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في هذا السؤال: عرفنا نواقض الإسلام وأنه لا يفرق في الحكم بين من فعلها جادا أو مازحا أو هازلا، لكن يا شيخ ما الفرق بين فعل هذه النواقض مازحا أو هازلا مع التمثيل لذلك؟ مازحا أو هازلا، المزح والهزل معروف، أن يريد إضحاك الناس أو النكت أو غير ذلك، الإسلام لا يتلاعب به ولا يجوز المزح فيه، هو يرتد إذا جاء بكلمة الكفر وهو عاقل وغير مكره فإنه يرتد بذلك، لقوله سبحانه وتعالى: في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم لما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وعن طريق الذي ذهب إليه من المسلمين، جاءوا يعتذرون، فأنزل الله عليه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. لا يجوز المزح في أمور الدين والاستهزاء في أمور الدين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو سالم يقول: ما حكم بيع الغرر وهل يرجع فيه وما صفته مأجورين؟ بيع الغرر هو البيع الذي لا يبين في حالة المبيع، قد يكون فيه عيوب، قد يكون غير تام، فيه نقص، الذي لا تبين فيه حالة المبيع لا يحصل العلم بالمبيع على الوجه المطلوب، فيكون فيه غرر وجهالة، فهذا يثبت الخيار للمشتري إذا تبين له الغرر. نعم. عين عين صاد يقول: شخص مريض في المستشفى جلس فيه فترة من الزمن وأصابته جنابة لكنه لا يتمكن من الاغتسال، وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر.
الأكبر وجلس على ذلك مدة، فهل تصح صلواته؟ لا تصح صلواته، أولا لأن عنده الماء وهو لم يبين ما هو العذر الذي منعه من استعمال الماء، هل هو مقنع أو لا؟ وثانيا أنه لم ينوي رفع الحدث الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحدث الأكبر لا ينتفع إلا بنية رفعه، وعلى هذا فإنه يعيد الصلوات التي صلاها على هذه الحالة لعدم صحتها. نعم. نفع الله بعلمكم هذا السائل عبد الله، يقول الشيخ لو كبر المؤذن في أول أذان 3 تكبيرات نسيانا، فهل على من يسمع ذلك المتابعة بقية الأذان؟ يتابع الأذان الصحيح ويترك الزيادة، ولكن يخبر المؤذن بعد الأذان بأنه حصل منه كذا وكذا لئلا يتكرر. نعم. الأخ يسأل أيضا في سؤاله الثاني، شخص بنى مسجدا لا لأجل أن للوقف أو ليوقفه، وإنما لأجل أن يعرضه للبيع بعد الانتهاء منه. نعوذ بالله من هذا، لا يجوز هذا العمل، المساجد لله لا يجوز بيعها ولا الاتجار بها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا يشمل عمارتها الحسية والمعنوية، عمارة المساجد قربة إلى الله عز وجل، لا تطلب بها الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للتفاؤل ببعض الأماكن أو أن يتفاءل ببعض الألبسة أو ببعض السيارات، هل يصح للإنسان أن يقتفي ذلك؟ نعم، الفاءل مطلوب، والفاءل حسن ظن بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاءل لأنهم بساط وحسن ظن بالله عز وجل وتأميل للخير، إنما الممنوع التشاؤم هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم مرام تقول أرجو من الشيخ نصيحة، فقد شهدت في بعض مناسبات الزواج من بعض الأخوات أداهن الله يعني لبس القصير والتساهل في إظهار الأيدي عند النساء وكشف الشعور، نرجو نصيحة لهن، مأجورين. هذه مصيبة عظيمة وكثر ذكرها والتشكي منها في هذه الاجتماعات بين النساء، عليهن أن يتقين الله ويحذرن من سخط الله عز وجل، وأن ينكرن المنكر ولا يرضين بذلك، يمنعن بناتهن من هذا المنكر، والواجب على الرجال أن يقوموا على النساء ويمنعوهن من ذلك، وهذه ظاهرة منكرة، كون الشابة أو المرأة تأتي وقد كشفت ما لا يجوز كشفه من بدنها، تكشف ظهرها وصدرها وعضديها وساقيها وهي مسلمة، كيف المسلمة تعمل هذا العمل؟ والله جل وعلا أوجب عليها الحجاب، أوجب عليها الستر، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فالمسلمة تتقي ربها عز وجل ولا يأخذها التقليد الأعمى والتغريب الذي فشى عند النساء اليوم، مع الأسف الآن الملابس أكثرها أو كلها ملابس غربية لا تستر ولا تجمل الهيئة، لا تستر، ليس فيها جمال حتى ولا تستر المرأة، فهي ملابس فاضحة وعارية فيها تشبه بالكافرات والفاسقات، عليهن أن يتقين الله عز وجل وأن يقوم بعضهن على بعض في إنكار المنكر، وأولاة أمورهن من الرجال أيضا يقومون عليهن، هذه ظاهرة قبيحة نخشى من عقوبتها على المجتمع كله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما حكم من قصر على والده في النفقة، وهل يجب على الولد أن يعطي الوالد من راتبه، وإذا كان ضعيف الراتب ماذا يعمل؟ نعم، تنفق عليه راتبك وغير، إذا كان الوالد ما عنده ما ينفق تجب نفقته على ولده، مثل العكس إذا كان الولد ليس عنده ما ينفق يجب على والده أن ينفق عليه بما يكفيه، هذا حق واجب وليس هو من التبرع أو من المعروف الذي هو غير واجب، إنما هذا حق واجب عليه من راتبه وغير راتبه بحسب استطاعته. نعم. الأخت تسأل عن حكم إمساك الحائض للمصحف حفظكم الله. الحائض لا تمسك، كل من عليه حدث أصغر وأكبر لا يمسك المصحف مباشرة، أما أن يمسكه من وراء حائل فلا بأس بذلك، أما مباشرة فلا يجوز، لحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
واستماع المرأة إذا كانت في الحيض لقارئ القرآن لا بأس، الحائض والجنب يستمعان للقرآن لكن لا يقرآن حتى يغتسلا من الحدث الأكبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، ما الضابط في الدماء التي تخرج من جسم الإنسان؟ هل هي نجسة؟ نعم، الدم نجس إذا أصاب ثوبه أو بدنه فإنه يغسله، إلا إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا فإنه لا يضر، ما إن كان كثيرا فإنه نجس يجب غسله. نعم. يقول السائل أبو عبد الله: ما الكتب المقترحة في الحديث للتزود والقراءة منها؟ أرجو من الشيخ توجيه. بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، المنتقى الإمام المجد بن تيمية، وفي الوعظ والتذكير الأربعون النووية، ورياض الصالحين للنووي. نعم. أم سند تقول: يا شيخ، هل يجوز أن أخذ من مال زوجي بدون علمه، علما بأن زوجي لا يعطيني من المصروف؟ إذا كان عليك نقص في النفقة، النفقة لا الكماليات، إنما النفقة الضرورية، عليك نقص وأدركت له مالا فخذي ما يكفيك. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه كان رجلا شحيحا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نسافر في أيام الشتاء مع مجموعة من الزملاء ونصلي الصلوات في أوقاتها ونترك الأذان، ما حكم الأذان في حق المسافرين؟ إذا كانوا جماعة اثنان فأكثر يجب الأذان عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة لاستحوذ عليهم الشيطان، الثلاثة أو الاثنان فما فوق يجب عليهم أن يؤذنوا الحضر والسفر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الذكر الذي بعد الأذان، هل هي صحيحة؟ نعم، وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قالها فلا بأس. نعم. وبالنسبة يقول للإقامة: هل نتابع المؤذن؟ نعم، لأن الإقامة أذان تدخل في متابعة المؤذن. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جد الزوج هل هو محرم للزوجة من أمه أو أبيه؟ زوجة حفيده؟ نعم. إيه نعم، محرم، لأنه أب، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، وهذا يشمل الأب والجد وإن على. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: ما حكم الصلاة على الميت إذا طلب منه أن يصلى عليه في بلد ويدفن في بلد آخر؟ إذا أمكن ذلك فالحمد لله لا بأس، أما إذا صعب ذلك أو فيه مشقة فلا يلزم. نعم. ودفن ليلا هل هو جائز لصلاة الجنازة؟ يجوز عند الحاجة لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم هذا اللقاء، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.